ناولا خوتي ناولا شي شويه. إذن مشاهدين متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مرة أخرى. معنا ابن العم ديال السيد اللي حرق راسو حي غريو، غادي نشوف ما عنده التفاصيل والأسباب وشنو الحق اللي كيطالبوا به. خويا تفضل. السلام عليكم، مرحبا. احكي لنا خويا شنو وقع لولد عمك؟ ولد عمي خويا البارح خرج خويا شرا واحد السليعة تاع الديسير، جا كيحطها ساينا. هي سايل هي سايل صاحبي اصبر واحد هي سايل اخويا مشى شرا في الصباح السليعة تاعو، جا حطها راه فينا في هذيك البليصة اللي بعيد على دارها، دارها راهي جات لعندو. هي هاد السيدة هادي ديما كتحكر على بنادم، هاد السيدة هادي ديما كتحكر على بنادم. كمل اخويا كمل. جات لعندو بقات كدابز هي وياه، هو ما قسم والو، بقات كضرب فيه وشانقه عليه. جيت انا كنت خارج من الصباح غادي للخدمه، لقيتهم كيدابزوا فارقتهم. لحقاش واحد السيد، اسمح لي نقاطعك. مرحبا. السيد بقى داير يديه موراه، ما هضرش معاه، كيقول لها غير سيري الله ياخذ فيك الحق بعدي مني. وهاد السيده هذه ديما كتعدى عليه، ديما تابعه، وهي كتعدى عليه يعني بحال دابا هي الا شافت شي واحد واقف رافين ولا شي حاجه كتمشي لعندو، بحال اللي باغا تستغل هذه المساحه كامله، فهمتيني؟ هي الله يخليها سلعه. شنو وقع من بعد فاش تفارقوا وياها؟ فاش تفارقوا، المهم فارقتهم انايا، بقيت كنهضر معاها، هضرت معاه هو، ولات عاوتاني مشات لصقات فيه. هي كانت كتسنى غير باش يقيسها ولا شي حاجه باش ترونجا معاه، هي مولفه هذا الشيء كامل ديما كدير. وقع لها المشكل مع الاول، المشكل مع الثاني، المشكل مع الثالث، وهذا الشيء راه كاين. هي خايبه على الدرجه؟ خايبه شي حاجه اكثر من الدرجه هذه. راه كاينين جوج عندنا في هذه الدربه هذه اللي ترونجاو معاها، كاينين جوج اللي ترونجاو معاها في هذه الدربه هذه، كدابز معاهم تشد ديك لاري بيهم كترونجا معاهم تسامح. هي هذيك تلقاتو مشى، المهم بقات كتستفزو كتستفزو كتستفزو. انا صيفطت لهم واحد انا السيد صافي انفعل ترفع، مسكين مشى جاب ليسانس خواه على راسه وشعل في راسه العافيه. وجاو اعتقلوها، جاو اعتقلوها المنطقه. اعتقل خويا باش حرق راسو، كان شي واقف واحد واقف معاه دخلوا الناس. كنا كاملين اخويا، حنا اللي طفينا له العافيه، حنا اللي طفينا له عليه العافيه. التدخلات ديالكم كيفاش كانت؟ التدخلات هي دخلنا لهاد القهوه هادي خوينا عليه الماء، شاعله فيه العافيه. ها هي تا هاد المراه راه كانت دخلنا لهاد القهوه هادي اللي هنايا. راجلها وكيقول طرش من عندها، هادي زايغه على كل شيء، راجلها وكيقول طرش من عندها. هذا راجلي فاش كان كيتحرق المرحوم الله يرحمه. واش كنتي حاضره؟ لا ما كنتش انا فاش تحرق الولد. فاش تحرق الولد ما كنتش انا في الحاضره. من الاول كان وقع مسكين كيفاش دار صافي خوى على راسو ليسانس. لا بقى حي، طلعناه للمركب دخلوه للانعاش. المهم بقينا كنطلعوا نطلعوا عليه مره مره كندخل لعندو. هاد النهار هاد البارح مع 12 النهار ما خلاونيش ندخل. شتي كضرب حرقه عليك العزيز؟ راني شي حاجه اكثر من العزيز، راه طرف من الكبده صاحبي، راه ولد عمي، راه بحال خويا، ما عنديش خويا وهو ما عندوش خويا، خو احنا بحال خو. ضروري ضروري وشحال من مره وراه ضروري، راه ضعت فيه ما ضعتش فيه، راه حاجه باينه هذه. هاد السيده هادي كتظلم الناس بزاف، خصها القانون يتدخل في هاد الشيء هذا. الحق والقانون، الحق والقانون. هي البارح تعتقلات وتطلقات، دوراتها فلوس وتطلقات. ودابا مشينا للكوميساريه كيقول لك مازال خص يجي القرار من عند وكيل الملك باش نعتقلوه. هذا الشيء اللي نقدر نقول لك. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. هذا الشيء كيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هاك اخويا شكون اللي كان البارح اخوتي حاضر في هذا الشيء؟ الصديق ديالو شكون؟ شكون اللي كان البارح حاضر هنا يا صاحبي في هذا الفيلم هذا؟ شكون؟ شوف نعيط لك الام ديالي. هضرت مع الام، هضرت معها، هضرت مع الام. كي كتشوفوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، الناس ديال الحومه، الاصدقاء، ولد عمو كيهضر بحرقه، ولد عمو بقى فيه، قال لك انا كنت حاسبه بحال خويا. كي كتشوفوا الناس ديال الحومه كلشي معلم، كلشي دموع في عينيه، هما قادشي بالحقره كيقال لك مات بالحقره، كيقالوا هما مات محقور. هاد الناس كلشي كيقول لك ديك السيده تعدات عليه، ديك السيده دارت له فعلت له تركت له، كلشي كيهضر عليه انه رجل طيب، كلشي كيهضر عليه انه رجل مزيان. هاد الشيء كان الشيء اللي قلتيه. كي كتشوفوا كيدعيوا له بالرحمه وبالمغفره، وحنا كذلك كندعيوا له بالرحمه.
الله يرحمه ويوسع عليه، وهنا مشاهدين متابعي قناة شوف تيفي. كل واحد امين امين اخويا امين امين. وهنا مشاهدين متابعي قناة شوف تيفي كنقول لكم شكرا على المتابعة والى لقاء اخر باذن الله.